من جديد تحية طيبة للوسطنا بكم مشاهدنا الكرام في مقابلة الفتح الرباطي والشيش الملكي. كما تابعنا الجولة الأولى انتهت بتقدم فريق الفتح بهدف دون مقابل، الهدف الذي سجل في حدود دقيقة 11 من توقيع مراد باطنة مهاجم فريق الفتح الرباطي، مباراة التي تندرج في إطار مباريات الجولة 12 من البطولة الاحترافية. رجعوا مشاهدنا الكرام ذكروا بالتشكيل الأساسي اللي دخل بها كل فريق، فريق الفتح الرباطي يدخل بالأسماء التالية على مستوى حراسة المرمى، هناك على المسكيني، أسمان ضو، محمد ناهير، ياسير جريسي، المهدي الباسل، مهدي خالص، كذلك مروان سعدان، محمد الشيحاني، محمد فوزير، مراد باطنة، وهشام العروي، المدرب هو وليد الركراكي. في حين فريق الجيش الملكي دخل بالتشكيله التاليه: انس زنيتي، عبد الرحيم شاكير، يوسف حمال، سمير زكرومي، المهدي النغمي، حمزه حجي، عبد السلام الجلون، انس عزيم، يوسف انوار، مصطفى اليوسفي، ونبيل الولجي بقياده المدرب حسينة ودان في هذه المقابله بالنسبه لفريق الجيش الملكي. اذا كنتابعوا في الصوره اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي، اصرار بالنسبه لزملاء عبد السلام بن جلول وعبد الرحيم الشاكير للعوده في نتيجه المقابله التي طبعا الان الى حدود هذه اللحظه تقدم لفائده فريق الفتح الرباطي. اذا بعد لحظات ستنطلق الجوله الثانيه، مباراه التي يقودها ثلاثية التحكيم من عصبة الدار البيضاء الكبرى بقيادة بوشعيب الحرش، مساعدة رضوان عشيق ومحمد الحميدي، حكم رابع جلال شيد. إذا اللحظات وتنطلق المقابلة إذا بعد نهاية الجولة الأولى، الجولة التي كانت متوسطة على مستوى الأداء من الطرفين معا في ظل قلة المحاولات والفرص السانحة للتسجيل. الجولة الثانية كيف سيكون المتغير؟ ما هي المتغيرات التي ستكون لكل طرف؟ لا بالنسبة لفريق الجيش الذي سيكون هو المطالب بالتحرك بالسرعة في الأداء بالبحث عن المحاولات السانحة للتسجيل وتعديل النتيجة، ولما لا بعدها التفكير في تحقيق نتيجة الفوز. في حين فريق الفتح الرباطي الذي ناقش بذكاء تفاصيل الجولة الأولى، سجل الهدف وحافظ عليه حتى نهاية تفاصيل الجولة الأولى، وكما قلت يعني الملاحظ دائما حضور قليل وقليل وقليل جدا بالنسبة لجماهير الفتح الرباطي، كأنه يعني فريق الجيش الملكي هو الفريق المستقبل في هذه المقابلة. إذا تنطلق الجولة الثانية، كما قلت في الجولة الأولى حضور جماهيري يعني لا بأس به بالنسبة للجماهير العسكرية، جماهير فريق الجيش الملكي في هذه المقابلة. تلعب الكرة في وسط الميدان، طلقت الجولة الثانية، كيف سيتعامل فريق الجيش؟ فرصة مع البداية، يوسف أنور، بحث عن التصويب، كانت من يوسف أنور فكرة جيدة، كانت من يوسف أنور فكرة جيدة، لكن تنفيذها ما كانش بالطريقة الجيدة، وتضيع فرصة مع البداية لفائدة فريق الجيش الملكي. تستهدف المباراة من جديد، خرجت خارج الملعب. تماس يحتسب لفريق الفتح الرباطي أمامية، إشارة من الحكم. إذن كيتلعب تماس كرة في وسط الميدان من جديد، تماس يقول الحكم لفريق الفتح الرباطي تلعبات من طرف ياسير شريسي. أمامية الكرة في اتجاه من في الجهة اليسرى، تابعوا هذه المحاولة، محمد فوزير، العرضية كانت من محمد فوزير لكن المتابعة من طرف دفاع فريق الجيش الملكي. المباراة التي تجرى بأرضية ملعب 18 نوفمبر بالخميسات، والتي يستقبل من خلالها فريق الفتح الرباطي الجيش الملكي، لكن أرضية ملعب الفتح لا تساعد بتاتا في جرى مباراة في كرة القدم، ولكن تأثرت بالتساقطات المطرية خلت أنه نقل هذه المقابلة لمدينة الخميسات. وعلى ذكر يعني الحديث عن الأرضية، ف
يعني تابعنا يوم امس تاثر ارضيه مجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالتساقطات الغزيره. التساقطات كانت غزيره واثرت على الارضيه خلت انه يعني اللجنه المنظمه لمونديال الانديه تنقل مقابله ديال ريال مدريد وكروس أزول لمدينه مراكش. اذا المباراه ستجرى يوم الثلاثاء بمدينه مراكش وليس بمدينه الرباط، مباراه بين ريال مدريد وكروس أزول على ذكر يعني المباريات ديال مونديال الانديه. تذكروا بعد الهزيمه ديال المغرب التطواني امام اوكلاند سيتي بالضربات الترشيحيه، ممثل اخر للعرب وفاق سطيف الجزائري يخرج كذلك امام نفس الفريق الذي هزم فريق المغرب التطواني وفريق اوكلاند سيتي، والنتيجه هدف دون مقابل، في حين مباراه كروس أزول المكسيكي وويسترن سيدني نفورسو الجيش الملكي دار هدف التعادل، هدف التعادل اخيرا في حدود الدقيقه 48 من الجوله الثانيه، هدف مباغت بطريقه جيده يمنح الدفء بالنسبه لانصار فريق الجيش الملكي بطريقه جميله 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 جدا لعبد السلام بن شلون، واخيرا يصور الشباك واخيرا عبد السلام بن شلون يصور الشباك ويمنح الدفء وشويه تشيعيه مميزة على مستوى مدرجات ملعب 18 نوفمبر مدينة الخميسات بالنسبة لأنصار الجيش الملكي. هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف في الوقت الذي كنت تتحدث على النتائج ديال مونديال الأندية وقلت بأنه كروس أزول المكسيكي فاز على ويسترن سيدني الأسترالي ب3-1 ليواجه بذلك فريق ريال مدريد في المقابلة التي تنقل لمدينة مراكش بعد الأمطار الغزيرة التي أثرت يوم أمس على أرضية مجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط. نخليو المعطيات جانبا بخصوص مونديال الانديه ونتمناو تواصل الاحتفاليه، احتفاليه كره القدم العالميه بحضور مكثف الجماهير المغربيه في المقابلات المقبله حتى تكتمل الصوره التي قدمت في النسخه الماضيه واللي كان بطلها فريق الرجاء البيضاوي والجمهور المغربي لا بالنسبه للجماهير الرجاويه وكذلك الجماهير التي حضرت يعني جل المقابلات. كرة لفريق الفتح الرباطي في الجهة اليمنى، مراد باطنة تمريرة فكرة كانت جيدة البحث عن التمرير لكن هناك المتابعة كانت من سمير السكرومي. إذن الجولة الثانية متحركة بين الطرفين وفريق الجيش الملكي كما كان منتظر يعني كان مطالب أنه يتخطى منذ البداية من أجل تسجيل هدف التعادل. بالفعل عبد السلام بن شلون في حدود دقيقة 48 يعني بلمسة فنية معتادة بالنسبة لهذا اللاعب يسجل هدف التعادل، هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف، والأجواء يعني أصبحت حماسية بشكل كبير على مستوى جماهير فريق الجيش الملكي في انتظار أهداف أخرى لا بالنسبة لفريق الجيش ولا كذلك بالنسبة لفريق الفتح الرباطي. كرة أمامية لفريق الفتح الرباطي مرفوعة في وسط الميدان، إبعاد الكرة أو إرجاع الكرة كترجع الفريق الفتح، كان تابعوا تبادل الكرة للتسديدة لكن في آخر المطاف يد الحارس على المسكيني. كتوصلكم الأصداء من مدرجات هستيريا واحتفالية وتشجيع يعطي لهذا المقابلة يعني تشويق خاص في الوقت اللي افتقدنا هذا الجماهير يعني في مجموعه من المقابلات ديال الجيش الملكي كالمقابله ديال فريق الجيش الملكي والوداد الرياضي. المباراه التي يعني مباراه كلاسيكو مميز اجري للاسف بدون جمهور. الان تتغير المعطيات لا على مستوى النتيجه ولا على مستوى الاداء في الجوله الثانيه. كره ملعوبه اماميه مرفوعه في اتجاه من ارجاع من طرف سكرومي، محاولة التمرير من طرف اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. يوسف انوار في وسط الميدان كيبحث على المراوغة كيضطر ارجاع الكرة لنبيل الولجي، نبيل الولجي عودة من جديد يونس حمال،
يونس حمال، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، مصطفى اليوسفي تابعها المحاولة، كانت ملعوبة من الشكير سعود يونس حمال، فرصة لفريق الجيش الملكي، كرة في الجهة اليمنى، البعث على العرضية، خرجت الكرة وغتكون ضربة مرمى لفائدة فريق الفتح الرباطي. على المسكيني غيكون وراء التنفيذ. مراد باطنا يبحث من اجل تسجيل الهدف الثاني بعد الهدف الاول، كان تابعوا مسجلي الهدف من الفريقين معا. مراد باطنا من الفتح وعبد السلام بن جلون من الجيش الملكي. يلعب التماس من ياسير جاريسي، كترجع لفريق الجيش الملكي، كان سوء على مستوى ابعاد الكره وتقطع من طرف اللاعب ديال فريق الفتح الرباطي اللي تابعناه في الصوره هشام العروي، اللي حصل على خطا بداعي لمسه اليد. اذا الحكم كيضطر توجيه الانذار لسمير الزكرومي، انذار في صفوف فريق الجيش الملكي. وكان تابعوا الحركه ديال عبد السلام بن جلون، كان طالب ابعاد الكره. كان تابعوا، ما كانتش اظن ما كانتش مقصوده، لكن الحكم شاف فيها ان هناك لمسه يد اشار من خلالها البطاقه الصفراء لسمير الزكرومي. اذا كرة ثابتة في حدود دقيقة 54 لفريق الفتح. كنعرفوا مراد باطنا صاحب الاختصاص في تنفيذ الكرات الثابتة، هل سيكون وراء التنفيذ؟ لا، تنفذ فرصة 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 فرصة، والابعاد في اخر المطاف، ابعاد في اخر المطاف، وهجوم مرتد الفريق العسكري. كرة امامية تبعوا محاولة، لكن كان هناك يعني ما كانش تعامل بشكل جيد مع هذه الكرة. كتوصلكم الأصداء من المدرجات. إذا جماهير الجيش الملكي بعد غياب ديال 4 ديال المقابلات على المباريات ديال الفريق تعود لتخلق الاستثناء بتشجيع حضاري بصور جميلة برسائل غنية عن كل تعليق بالنسبة للجماهير العسكرية، وتضفي بذلك رونق خاص على مستوى هذه المقابلة. كرة لعبد الرحيم الشكير، بالفعل هناك لمسة يد، حكم كان قريب. إذن ستلعب الكرة. لفريق الفتح الرباطي. لعبت من عبد الفتاح بوخريص. سمير سكرومي أمامية في وسط الميدان، عبد الرحيم شكير منصوب فريق الجيش الملكي، كيرجع لسمير سكرومي، إبعاد الكرة من طرف اللاعب فريق الفتح الرباطي لاعب ياسير جريسي، كتابعوه في الصورة إلى جانبه مهدي خليص. إذا خطأ ضد اللاعب المهدي النغمي. كتلعب الكرة أمامية، رجعات لفريق الجيش في وسط الميدان. بدينا كنشوفوا بعض التحركات، لكن هناك تسرع من لاعبي الفريقين كيخلي الكرة كتضيع بشكل سريع. إصابة ديال لاعب فريق الجيش الملكي في الصورة أنس عزيم في اللقطة الأخيرة ضد هشام العروي مهاجم ديال فريق الفتح الرباطي. إذن تغييرات المعطيات في الجولة الثانية من هذه المقابلة بين الفتح والجيش بتسجيل هدف التعادل.
في انتظار استئناف هاد المقابلة. ندية كبيرة، صراع كبير لمن ستؤول نتيجة هاد المباراة، بعدما كان فريق الفتح هو المتقدم في الجولة الأولى. هنا كانت نتيجة التعادل في الجولة الثانية من طرف الجيش الملكي. كرة في وسط الميدان رجعت من عبد الفتاح بوخريس، تابعوا هاد المحاولة التمريرة اللي ما كانتش بشكل موفق، رجعت لعبد الرحيم شاكر في الخلف في دفاع فريق الجيش الملكي. سمير الزكرومي تمريرة أمامية، كترجع رمية جانبية لفائدة اللاعب أنس عازي من صفوف الجيش الملكي. في وسط الميدان بنفس الطريقة ما كانش تمرير بشكل موفق، إبعاد من الحارس أنس سنيتي حارس فريق الجيش الملكي. إذن ينفذ التماس وكان اقتربوا من الدقيقة 60. دائما النتيجة أمامكم، هدف مقابل هدف، كرة الفريق العسكري أمامية خرجت بنفس الطريقة، تماس الفريق الفتح. فريق الجيش الملكي اللي أكيد المواجهة المقبلة سيواجه فريق الكوكب المراكشي، وبعدها يرحل لمواجهة شباب الريف الحسيمي على أن يستقبل فريق نهضة بركان، وتنتهي مرحلة الذهاب. بعدها أكيد في ظل فترة الانتقالات الشتوية مجموعة من التعاقدات مختلف الفرق الوطنية من أجل ترميم الصفوف، من أجل البحث عن الحلول، معالجة النواقص خاصة بالفرق التي تطمح للمنافسة. هنا فرصة 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 لفريق الفتح الرباطي التصويب، لكن هناك الإبعاد كان من طرف سمير زكرومي، اصطدمت الكرة بسمير الزكرومي. تابعنا المحاولة ديال محمد فوزي، رجعت فريق الجيش الملكي، فرصة خطيرة 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 خطيرة، التصويب التصويب لكن جانبا من المهدي النغمي مهاجم ديال فريق الجيش. كان هجوم مرتد خاطف للفريق العسكري، نتابعوا التصويبة لكن مشات محادية على مرمى الحارس، على المسكيني حارس مرمى فريق الفتح الرباطي. صراع كبير في هذه اللحظة بين هشام العروي واللاعب أنس عزيم، وصلات المهاجمين ديال فريق الفتح، كاش كنترول بالشكل الجيد، كانت فرصة من أجل تهديد مرمى فريق الجيش الملكي. تابعوا هذه المحاولة تعود لعناصر الجيش، هجوم مرتد، عبد الرحيم الشاكر يمرر في الجهة اليمنى دائما الفريق العسكري. كان هناك تباطؤ في الهجوم، العرضية مقوسة تضيع لفريق الجيش الملكي من المهدي النغمي، تضيع للمهدي النغمي فاد المحاولة أمام حسرة ومتابعة من حسين الذي يريد العودة لسكة الانتصارات بالنسبة لفريق الجيش الملكي. تابعوا يعني العرضية كانت عرضية موفقة، والمهدي النغمي كان بإمكانه تسجيل هدف ثاني لفريق الجيش الملكي في حدود دقيقة 61 من هذه المقابلة في الجولة الثانية. إذن كما قلت بين الفينة والأخرى كتبعوا بعض المناورات من الطرفين. كرة فريق الفتح رجعت لأنس عزيم، تمريرة في الجهة اليمنى، خطأ يشير الحكم كان قريب بوشعيب الحرش، خطأ ضد مروان سعدان، مراوغة ديال المهدي النغمي اللي كان صاحب المحاولة الأخيرة للفريق العسكري. بن جلون
كيطلب اللاعبين بإيصال الكرة في اتجاه مساحة عمليات ديال فريق الفتح الرباطي. إذن غيكون تماس لفريق الجيش. أنس عزيم رجعت الخلف يونس حمال في وسط الميدان. حمزة حجي كتضيع كورته لكن كيرجع عبد السلام بن جلون من أجل افتكاك الكرة في وسط الميدان. عبد الرحيم شاكر التمريرة. تبادل الكرة من طرف لاعبي ديال فريق الجيش الملكي، ترفع أمامية في اتجاه من فقط في اتجاه المدافع بوخريص، وخرجت الكرة ضربة مرمى غتكون لفائدة فريق الفتح الرباطي. يعني عبد الفتاح بوخريص. كان صراع بين الفرق، بين مختلف فرق البطولة الاحترافية من أجل كسب النقاط والارتقاء في المراتب، سواء المراتب الأولى متقدمة. نتابعوا هذه الفرصة ورجعوا له يعني الإحصائيات. هنا التسديد ما كانش تركيز. هذه كانت محاولة من المحاولات ديال فريق الفتح الرباطي من أقدام محمد فوزير. قلت إذا كان التنافس بين الفرق من أجل كسب النقاط فكذلك التنافس على مستوى اللاعبين على مستوى المهاجمين. حصيلة التهديفية تبقى ضعيفة إلى حدود هذا الدورة، إلى حدود دورة 12. لويس جيفرسون مهاجم الكوكب المراكشي يحتل صدارة الهدافين بستة ديال النقاط. رضا الهجوج مهاجم فريق الوداد في مركز الثاني الى جانب مالك افوناب، رصيد خمسه ديال الاهداف، عفوا لويس جيفرسون بسته ديال الاهداف، رضا الهجوج مالك افوناب خمسه ديال الاهداف، عبد المولى الهردومي من المغرب التطواني اربعه ديال الاهداف، نفس الرصيد ونفس الحصه التهديفيه لكل من ايوب نناح وبديع الاوق. ايوب نناح من الدفاع الحسني الجديدي وبديع الاوق من حسنيه اكادير، ثلاثه ديال الاهداف حصيله كل من حصيلات ديال كل من رضوان الكروي من نادي قنيطره، عبد الله حفيدي من الرجاء الرياضي، وزمان كوني من حسنيه اكادير. وكما قلت يعني هناك يعني على مستوى الحصيله التهديفيه اللي كنتابعوا كيتضح خلل على مستوى المنظومه الهجوميه ديال جل الفرق الوطنيه. ما كاينش هناك هداف يعني حصة كبيرة تغيير لفريق الفتح الرباطي. كنتابعوا في الصورة تغيير لفريق الفتح الرباطي في الجولة الثانية. دخل لاعب عبد الفتاح الواني واللي غادر هو لاعب محمد الشيحاني. أكيد انتبه وليد الركراكي خلال على مستوى وسط ميدان فريق الفتح الرباطي، كيخلي اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي يعني كيتم استخلاص الكرة بشكل سريع. الآن إدخال اللاعب عبد الفتاح الواني في أول تغيير المدرب فريق الفتح وليد الركراكي في هذه الجولة الثانية. إذا كنتابعوا دخول الواني وخروج الشيحاني. 66 دقيقة، هدف مقابل هدف، في انتظار تسجيل أهداف أخرى في هذه المباراة من الفريقين. كرة لفريق الفتح الرباطي يضغط من أجل تسجيل هدف ثاني. نتابعوا كرة كانت المراد باطنة كترشيل عبد السلام بن جلون. هجوم مرتد فريق الجيش يعتمد على الهجومات المرتدة البحث عن المراوغة حوالي 65 لاعبين. هذه كانت تمريرة وإن كانت تسديدة لكن مرت جانبا من احد المهاجمين ديال فريق الجيش الملكي. تابعوا مراقبه ومتابعه. إذن المهدي النغمي مرت الكره بجوار ورجعت لفريق الفتح تسديده بشات فوق المرمى ورجعت ضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي. كنلاحظوا الان بدا يعني بدات التحركات وبدات الحركه على مستوى الميدان، كتخلي اللاعبين ديال كل فريق البحث من اجل تسجيل نتيجه الفوز
فريق الفتح المستقبل في هذه المقابلة، يعني كيطمح عدم تضييع هذه الفرصة، فرصة استقبال، وإن كانت المقابلة تجرى بمدينة الخميسات ملعب 18 نوفمبر، لكن طموح تسجيل 3 ديال النقاط نفس يعني الرغبة بالنسبة لفريق الجيش الملكي، يطمح أن تكون هذه الانطلاقة انطلاقة العودة للسكة ديال الانتصارات. مشاهدينا الكرام كتوصلكم الأصداء من مدرجات ملعب 18 نوفمبر، ديربي العاصمة يسجل عودة جماهير الزعيم، جماهير فريق الجيش الملكي بطقوس خاصة وتشجيع حضاري وصور معبرة في مدرجات ملعب 18 نوفمبر في هذا الديربي بين الفتح الرباطي والجيش الملكي. كرة لفريق الفتح أمامية في اتجاه دائما اعتماد على مراد باطنة، هذه الكرة مشات جانبا، كانت تمريرة في اتجاه محمد فوزير، ملعوبة لاعب الولجي نبيل الولجي، مشات خارج الملعب، غتلعب رمية جانبية من المهدي الباسل، المهدي الباسل كورته في وسط الميدان، التمريره ما كانتش موفقه، حكم يشير الخطا لفائده فريق الفتح الرباطي. هذا النقاش بين بن جلون وحسينة اكيد شاف بان هناك خلل على مستوى ايصال الكره المهاجمين ديال فريق الجيش الملكي، اكيد كان هناك حديث مع حسينة بخصوص هذا المعطى، انه تابعنا في مجموعه من الفترات المتقطعه عبد السلام بن جلون كيطالب بايصال الكره لخط الهجوم، كيتواجد فيه المهدي النغمي وكذلك يوسف انوار. كره ملعوبه لفريق الجيش الملكي، العرضيه في اتجاه مساحه العمليات البحث الراسيه، هناك خطا بالفعل، هناك خطا لفريق الفتح الرباطي، خطا يحتسب لمروان سعدان. ثلاثي خط الهجوم كنتابعوا اكيد عبد السلام بن جلون، المهدي النغمي وكذلك يوسف انوار، ثلاثة ديال الأسماء على مستوى خط الهجوم، حين خط الوسط كان كيقود كل من الشيحاني عبد الرحيم الشكير، الشيحاني غادر و في انتظار التغيير، هذا كان تغيير ديال الفتح الرباطي، الشيحاني على مستوى الفتح في وسط الميدان اللي غادر ودخل مكانه عبد الفتاح الواني، هذا المتغير في متوسط ميدان فريق الفتح الرباطي، في حين فريق الجيش الملكي يعني بتواجد حمزه حجي وكذلك يونس حمال، اذا كنتابعوا وصلنا حدود دقيقه 71 هدف مقابل هدف، غيكون تغيير في الوقت اللي تحدثت على المتغيرات بالنسبه لفريق الجيش الملكي، الان غيكون تغيير في الجوله الثانيه تلعب من عبد الرحيم الشاكر الركنيه لفائدة فريق الفتح، إبعاد الكرة ما كانش بالطريقة السليمة، لكن حسن الحظ الكرة دائما كتبقى لفريق الفتح الرباطي، اعتبار أنه الخطأ كان من طرف اللاعب ديال فريق الفتح الرباطي، إذن التغيير غيكون بعد لحظات. كرة أمامية، إبعاد من طرف عناصر الجيش الملكي، حكم كيطلب مواصلة اللعب، يشير بعدم وجود الخطأ في الكرة الأخيرة. التمريرة كانت فقط لاعبين ديال فريق الفتح الرباطي
بعض التسرع في مجموعة من التمريرات، لا بالنسبة لفريق الفتح ولا بالنسبة لفريق الجيش. كرة أمامية فقط في اتجاه الحارس أنس سنيتي. أنس سنيتي، هناك خطأ بالفعل، حكم انتبه لهذا الخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. فائدة اللاعب عبد السلام بن جلون، تابعنا التدخل ديال محمد الناهري من صفوف فريق الفتح الرباطي. دابا يكون تغيير الفتح وكذلك تغيير الجيش الملكي، تغيير هجومي لفريق الجيش الملكي في انتظار من سيغادر. غيدخل بلال لبيات، اظن المهدي النغمي. هنا التغيير ديال فريق الفتح الرباطي، خروج هشام العروي، اذن يغادر هشام العروي ودخول نبيل بها. ثاني تغيير بعد التغيير ديال التغيير الاول ديال خروج محمد الشيحاني ودخول عبد الفتاح الوانيده. جوج ديال التغييرات لفريق الفتح الرباطي. فريق الجيش الملكي يغادر مصطفى اليوسفي. اذن يوسفي يغادر ودخول بلال بيات. اذن بلال بيات حسين يرمي باوراق هجوميه في هذه اللحظات، تلعب مقوسه في اتجاه مساحه العمليات لكن كتضيع. كتمشي ركنيه لفريق الجيش الملكي على بعد اقل من 17 دقيقه من نهايه هذه المباراه. تلعب في اتجاه مساحه العمليات. الفائده 8 فائده فقط لاعبين ديال فريق الفتح. رجعت من الولجي، حاول يسدد لكن تسديده ضعيفه من الولجي وتغادر الملعب. غتكون ركله مرمى لفريق الفتح الرباطي. برشا نذكر بالمقابلات ديال هذه الجوله مشاهدينا الكرام. مباريات الجوله 12 بعد الانتصار لحقه فريق نضره بركان في مباراه افتتاحيه يوم الجمعه على حساب فريق شباب الطلس السخني في 4 أهداف دون مقابل، وفوز فريق اولمبيك ريم على اتحاد زموريخ ميسات بهدف دون مقابل في مقابلة يوم أمس ملعب الفوسفات بخريبكا. بقية المواجهات في حدود الساعه الثالثة، الكوكب مراكش الرجاء البيضاوي، مغرب الفاسي أولمبيك أسفي في الساعة السادسة، والنصف الوداد البيضاوي يستقبل الدفاع الحسني الجديد. هناك نتابعوا هذه الحركة الغنية عن كل تعليق من طرف لاعب فريق الفتح الرباطي على أن تختتم مباريات الجولة 12 من مدينة الحسيمة بين شباب الريف الحسيمي وفريق المغرب التطواني. كرة لعبد السلام بن جلون، أمامية في اتجاه من كانت في اتجاه يوسف أنوار. إبعاد الكرة كتوصل وسط الميدان، رأسية ديال زكرومي. صراع بين مراد باطنة ودفاع فريق الجيش الملكي، كما قلت يبحث من أجل تسجيل هدف الثاني. تابعوا هذه المحاولة، البحث عن التصويب، مقطوعة من عبد الرحيم شاكر. تمريرته كانت فقط في اتجاه بوخريس مدافع فريق الفتح الرباطي. مهدي النغمي، كتلعب عبد الرحيم الشاكر، يونس حمال الى جانبه في وسط الميدان. يونس حمال عوده دائما وسط الميدان، هذه المره لعبد السلام بن جلون. نبيل الوجي، كتوصل بن جلون، وصلت الولجي، غيبحث على العرضيه في اتجاه من فقط في اتجاه الدفاع ديال
فريق الفتح الرباطي. هنا فرصة تسديدة ولا زال الصراع، لكن في آخر المطاف كرة مشات من بلال بيات فوق المرمى. بلال بيات اللي دخل في الجولة الثانية. التعادل يخيم على نتيجة ديربي العاصمة بين الفتح والجيش الملكي في مقابلة سجلت عودة جماهير الجيش في صور جميلة، في صور معبرة في مدرجات ملعب 18 نوفمبر. نتمنى أن تكتمل هذه الصور الجميلة من جماهير الجيش في المقابلات المقبلة، ولكن مساندة لا مشروطة في السراء والضراء حتى يستعيد فريق الجيش بريقه ويحتل المراكز الأولى. لما لا، نفس الطموح نفس الرغبة لفريق الفتح. فرصة لفريق الجيش، ما كانش تمريرة جيدة، رجعت من دفاع فريق الفتح الرباطي. هل يرضى الفريقان بنتيجة التعادل بنقطة في هذه المقابلة؟ الأكيد لا، الأكيد كل فريق كما قلت يريد تحقيق نتيجة الانتصار. تابعوا هذه المحاولة، مراد بطنة يوسف أنوار، الإبعاد من نبيل ويتشي. ملعوبة أمامية في يد الحارس أنس سنيتي. إذن غتكون رمية جانبية من لاعب فريق الفتح الرباطي ياسر جريسي. مرفوعة أمامية سمير الزكرومي، وصلت لأنس عزيم، خرجت تماس لفريق الفتح. فرصة لفريق الفتح لكن الكرة كتمشي خارج الملعب. الآن سيبدأ العد العكسي لهذه المباراة ونحن نقترب من الدقيقة 80، هدف مقابل هدف. نذكر بالمسجلين الدقيقة 11، مراد باطنة يمنح التقدم لفريق الفتح الرباطي ويعدل في حدود الدقيقة 48. عبد السلام بن جلون لفريق الجيش الملكي في مقابلة كانت متوسطة على مستوى الأداء من الفريقين معا. كرة الجيش من يوسف أنور، أمامية كانت التمريرة في اتجاه مهاجم فريق الجيش الملكي لكن كترجع من طرف الدفاع ديال فريق الفتح الرباطي. تدخل الحكم كان قريب بالفعل، اشار الخطا مختلف الاخطاء التي ترتكب. كنتابعوا شعيب الحرش كيكون قريب الان تغيير خروج ديال يوسف انور دن يغادر ويدخل توفيق اجروتن. كان توفيق اجروتن وبلال بيات، جوج ديال التغييرات بالنسبة لفريق الجيش الملكي، تغييرات هجومية محضة المدرب حسينة. مراد بطنة كيخترق اللاعبين ديال فريق الجيش وكيحصل على كرة ثابتة غتشكل خطورة. يعني تابعنا حتى المتابعة ديال اللاعبين ديال فريق الجيش ما كانتش متابعة جيدة. ثلاثة ديال اللاعبين كيتم اختراقهم من طرف مراد باطنة، كنتابعوا يعني كيحصل من خلال هاد الكرة على خطأ، غيكون خطأ مهم وكرة ثابتة مهمة ديال فريق الفتح الرباطي. في الصورة علي القروني يوجه زميله في الفريق أنس سنيتي، لكن كيعرف بأنه المحاولة غتكون محاولة خطيرة على مرمى الحارس أنس سنيتي.
جدا في حدود الدقيقة 82. غيكون وراء التنفيذ صاحب الاختصاص كنظن مراد باطنة كالعادة. هل يمنح هدف ثاني؟ هدف غيكون مهم، هدف ثلاث نقاط في هذه المباراة. كنتابعوا حائط الصدى، هذه من الكرات اللي الآن غتكون متابعة بالنسبة للجماهير ديال فريق الجيش. أكيد قد تشكل الخطورة في حال كان التنفيذ بشكل جيد. إذا مراد باطنة هي منح الهدف الثاني لفريق الفتح الرباطي على بعد أقل من 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من ديربي العاصمة بين الفتح والجيش. إذن مراد باطنة هل يمنح الهدف الثاني لفريق الفتح الرباطي؟ مراد باطنة، لكن ما كانش تصويب بالشكل الجيد. ورجعت الكرة لفريق الفتح، نفس اللاعب مراد باطنة، تدخل ديال بلال بيات. تلعب الكرة إبعاد من الولجي، وصلت لوسط الميدان. هناك مطالبة بلمسة يد الحكم، يشير بالصافرة. خطأ ضد لاعب فريق الجيش الملكي عبد السلام بن جلون. إذن غنتابعوا التغيير ديال فريق الفتح الرباطي، دخول يوسف سكور. خروج اللاعب فوزير، محمد فوزير. تم التغيير بالنسبة للمدرب وليد الركراكي على بعد أقل من 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. تابعوا هذا الكرة مقوسة، مراد باطنة، هناك لمسة يد يشير الحكم ضد مراد باطنة. تعود الفريق العسكري في وسط الميدان بحث على المراوغة. لعب المهدي النغمي. أمامية في اتجاه بوخريس. كترجع من يسير جريسي. تدخل ديال نبيل الوجي. قيم مجهود كبير في هذه المقابلة، أكيد الصعود. وكنتابعوه في مجموعة من الكرات. هنا محاولة الفريق الجيش، كانت فرصة، لازالت الخطورة الفريق العسكري. أن يكون الهدف الثاني، التصويب. كرة المقابلة تضيع على فريق الجيش الملكي في حدود دقيقة 85. حسرة كبيرة بعد هذه المحاولة. تابعنا اللاعب توفيق جروط اللي دخل في الجولة الثانية، ما كانش تركيز. نتابعونا التسديد، الكرة وكتمشي جانبا، وحصر على ضياع هذه الكرة لفريق الجيش الملكي. إذن هل تكون الضربة القاضية كما كانت في مباراة يوم أمس ملعب الفوسفات بخريبكا في مقابلة أولمبيك خريبكا واتحاد الزموري لخميس في الوقت اللي كانت نتيجة تعادل 0-0؟ قدم من خلالها فريق اتحاد الزموري خميس مقابلة يعني كان فيها ندية، لكن آخر المطاف في الوقت بدل الضائع يتمكن فريق أولمبيك خريبكا بتسجيل هدف. كان هدف خلاص، هدف 3 نقاط بالنسبة لفريق أولمبيك خريبكا. هل يكون نفس المعطى في هذه المقابلة، تسجيل هدف الفوز في آخر اللحظات؟ الآن كنتابعوا يعني هناك متابعة، هناك تعليمات صارمة بالنسبة لمدربة الفريقين. كرة الفريق الفتح الرباطي كترجع في وسط الميدان، كرة الفريق العسكري، صراع كبير، لكن في آخر مطاف كيحصل من خلاله فريق الفتح الرباطي على خطأ لفائدة لاعب ياسير جريسي. سكور. وحاول الفريق الفتح تسديدة لكن ضعيفة وبعيدة على الحارس أنس سنيتي، على مرمى الحارس أنس سنيتي.
غيكون تغيير ثالث فريق العسكري فريق الجيش الملكي بدخول سعد الغرباوي والمهدي النغمي. يغادر إذن ثلاثة ديال التغييرات في الجولة الثانية. يدخل كل من بلال بيات، توفيق إجروتن، وسعد الغرباوي. إذن تلعب الكرة أمامية آخر لحظات هذه المواجهة. إبعاد الكرة من أنس سنيتي في وسط الميدان لفريق الجيش. نتابعوا هذه الكرة، بحث عن المراوغة. عبد السلام بن جلون، حكم مطلب مواصلة اللعب. تعود هجوم مرتدة لفريق الفتح الرباطي. فرصة 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 فرصة، لازلت الخطورة كانت خطيرة من فريق الفتح الرباطي. كانت خطيرة من فريق الفتح الرباطي، هجوم مرتد لفريق الجيش الملكي. خطيرة خطيرة خطيرة، تضيع فرصة أخرى لفريق الجيش الملكي. إذن آخر الدقائق، تشهد ندية كبيرة بين الطرفين. مجموعة من الكرات تضيع عن صفوف الفريقين معا، لا بالنسبة لفريق الفتح الرباطي ولا بالنسبة لفريق الجيش الملكي. ليكون الهدف الثاني تبع هذه المحاولة. التسديد، التسديد في يد الحارس، التسديد في يد الحارس على المسكيني. هجوم سريع مرة لفريق الفتح الرباطي. بدأ التفاعل مع أطوار هذه المقابلة على بعد أقل من دقيقة. إذن وصلنا لحدود دقة 89، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. كرة كتخرج كتمشي رمية جانبية. عبد الفتاح بوخريس كيترك الكرة لزميله. فريق كتلعب بشكل سريع على مستوى وسط الميدان. مرفوعة الكرة من محمد الناهري لمراد باطنا. مراد باطنا، حكم طلب مواصلة اللعب، ما كاينش هناك خطأ يقول الحكم. يوسف سكور كيمر كرة في الجهة اليمنى، أكيد غتكون العرضية في اتجاه مساحة عملية الراسية. يا لام، الكرة ضايعة لفريق الفتح الرباطي، غير محدود مراد باطنا، غير محدود مراد باطنا. تابعنا الراسية ترد والعارضة، وفي كرة ثانية على التوالي تضيع لفريق الفتح الرباطي. إذن آخر انفاس المقابلة، بدينا كنشوفوا ندية، بدينا كنشوفوا صراع، بدينا كنشوفوا محاولات سانحة للتشجيع. تابعوا الراسية ديال مراد باطنا، العارضة تقول لا في محاولة أولى، وكذلك في محاولة ثانية بعد الراسية محاولة فريق الجيش الملكي. وضيع إذن الحكم، يضيف ثلاثة ديال الدقائق وقت بدل ضائع. إذن حكم يضيف ثلاثة ديال الدقائق كوقت بدل ضائع في هذه المباراة، مباراة التي تشهد ندية في آخر لحظاتها. ونتابعوا هجوم مرتد عبد السلام بن جلون، ما كانش كنترول جيد، ما كانش حصر الكرة بطريقة جيدة. وهنا كنتابعوا يعني العرضية وفرصة. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ سننتظر القرار، سننتظر طرد لفريق الجيش الملكي، طرد لفريق الجيش الملكي لأنس سنيتي، وإنذار لعبد الرحيم الشكير. إنذار لعبد الرحيم الشكير، أظن في انتظار تأكيد ذلك. إذن تابعنا المحاولة لفريق الجيش الملكي، إذن غنتظروا اللقطة. إذن كان الخروج ديال الحارس أنس سنيتي. اضطر من خلال الحكم يوش الورقة الحمراء. إذن أنس سنيتي سيغادر المقابلة على بعد لحظات من نهاية المباراة في الوقت اللي استكمل فيه فريق الجيش الملكي ثلاثة ديال التغييرات. وهذه هي النقطة التي قد تفيض الكأس وقد تغير المعطيات، لأنه الآن الجيش سيلعب بدون حارس، وكيضطر
احد اللاعبين ارتداء القميص ديال انس زنيتي من اجل صد هاد الكره. اذا الان كنظن هذه كره ديال المقابله لفريق الفتح الرباطي، كنظن هذه كره المقابله. اذا حمال هو اللي تلقى الانذار، اذا يونس حمال هو اللي تلقى البطاقه الصفراء. اذا الان الحارس هو اللي غيتولى، او اللاعب هو اللي غيتولى حراسه المرمى ديال فريق الجيش الملكي. يا له من سيناريو. اذا فريق الفتح الرباطي في كرة المقابلة، كرة من اجل كسب ثلاثة ديال النقاط في اجواء ماطرة. ستلعب هاد الكرة. اذا انس عزيم هو اللي غيتولى حراسة مرمى فريق الجيش الملكي في الوقت اللي تم كما قلت ثلاثة ديال التغييرات، استفاد ثلاثة ديال التغييرات بالنسبة لفريق الجيش الملكي. إذا هل تستثمر هذه المحاولة في الوقت اللي انتهى الوقت المضاف؟ مراد باطنا هل يفعلها ويمنح فريق الفتح الرباطي ثلاثة ديال النقاط؟ فرصة المقابلة، كرة المقابلة، ثلاثة نقاط المقابلة، التسديد. جول لفريق الفتح الرباطي، وكما قلت كما قلت هي كرة المقابلة. مروان سعدان بتسديدة خاطفة يمنح ثلاثة نقاط لفريق الفتح الرباطي في هذا المقابلة اللي كانت مثيرة في الدقائق الأخيرة في الوقت اللي تابعنا، يعني مجموعة من الكرات الخطيرة من صفوف الفريقين معا. إذا مروان سعدان أول تسديدة كانت من يوسف سكور، واللي سدد الكرة يستثمرها بشكل جيد مروان سعدان في الوقت اللي كان هناك اللاعب عبد الرحيم شاكير، كيف كنقولوا يعني كسر التسلل وخلى الهدف مشروع لفريق الفتح الرباطي. إذا هدفين مقابل واحد، هذا هو السيناريو اللي ما كانش كيتمناه فريق الجيش الملكي وجمهور الجيش الملكي فات المقابلة. إذا آخر اللحظات ونهاية المقابلة، فوز فريق الفتح بهدفين مقابل واحد. مشاهدينا الكرام، شكر خاص لكل الزملاء الذين أمنوا النقل المباشر لهذه المقابلة. ألقاكم في مقابلة مقبلة بحول الله، لكم تحية محدثكم عادل المسعودي، إلى اللقاء.